تم عرض فيلم أسماء ضمن النسخة الثانية من سلسلة عروض AMA للسينما العربية المعاصرة في نيويورك، والتي استضافها مركز جاك كوبيرنز للسينما. الفيلم لإنتاج شركة نيو سنشري وعرض منذ أكثر من عام، وفاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي لأكاديمية التعميل في برلين، لتصل جوائزه إلى 19 جائزة حتى الآن، نالها في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية أيضا. الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والبطولة الهند صبري وماجد الكدواني وهاني عادل. أنا أبويا مرة كان جاب تاكس وراح يستلمه، فقالوا له هتدفع عليه ضريبة؟ قال لهم لا، وإحنا لاقيين ناكل أصلا. قالوا له لا، أنت زعلان ليه؟ الحكومة دي هتصرف عليك تعلمك وتعالجك. شكرا. العفو. لو ما عملتش العملية حبيبي.